السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض الدرس الثالث عندنا في الجغرافيا، وهو الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية. أول حاجة عايزين نعرفها يعني إيه نشاط اقتصادي. النشاط الاقتصادي هو استخدام الإنسان للموارد المتاحة ليه لسد احتياجاته من المأكل والملبس والمسكن. عندنا من أمثلة الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية، أول حاجة الزراعة وتربية الحيوانات، تاني حاجة صيد الأسماك، تالت حاجة الصناعات الحرفية أو الصناعات اليدوية اللي الناس بتشتغل فيها بإيديها، آخر حاجة السياحة. عندنا النشاط الزراعي وتربية الحيوانات. النشاط الزراعي يعني إيه نشاط زراعي أو يعني إيه زراعة؟ هي عملية بيتم فيها إنتاج المحاصيل الزراعية وتربية الحيوانات وإنتاج الدواجن. معظم سكان البيئة الزراعية بيشتغلوا في حرفة الزراعة، وده بسبب توافر المياه العذبة زي ما قلنا والتربة الخصبة. تالت حاجة بسبب توافر وسائل النقل. أهم المحاصيل الزراعية عندنا من المحاصيل أو من الحبوب الغذائية القمح والأرز والذرة، والمحاصيل المنتجة للسكر زي قصب السكر والبنجر، وفي المحاصيل المنسوجات زي القطن والكتان، ومحاصيل بقوليات زي العدس والفول، وأشجار الفاكهة زي المانجو والليمون، وبيتم زراعة البرسيم وبيستخدمه كغذاء للحيوانات. أما تربية الحيوانات، بتوجد أنواع عديدة من الحيوانات في البيئة الزراعية تعتمد في غذاء على الحقول أو بتربى في الحظائر، من أهمها الجاموس والأبقار والأغنام، ودوت طبعا لسد احتياجات السكان من الألبان والجلود واللحوم. تاني نشاط عندنا هو نشاط صيد الأسماك. بيقتصر صيد الأسماك أو نشاط صيد الأسماك في البيئة الزراعية على المصايد، موجود برضو في نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد، وفي المصارف والترع وبحيرة قارون في الفيوم، وتم إنشاء مزارع سمكية لزيادة الإنتاج. المزارع السمكية هي حواجز بيتم إنشائها على المية وبيتربى فيها السمك الصغير عشان نضمن زيادة الإنتاج. بعد كده عندنا الصناعات الحرفية. قلنا الصناعات الحرفية بتكون موجودة في البيئة الزراعية، وبتتنوع الصناعات الحرفية بسبب تنوع الموارد الطبيعية. أهم الصناعات الحرفية صناعة الفخار والأثاث والسجاد وحفظ وتعليب التمور. آخر نشاط عندنا هو النشاط السياحي. تعتبر البيئة الزراعية منطقة جذب سياح أو منطقة جذب سياحي بسبب وجود العديد من المناطق السياحية فيها، زي محافظة الفيوم بيوجد فيها بحيرة قارون، عين السليين والسوائي، وموجودة في محافظة الشرقية آثار حضارة تل بسطة، وعندنا آثار موجودة في النوبة والتراث النوبي اللي بينعكس على المباني بتاعتهم والأساس والمشغولات والزخارف. بعد كده هناخد مشكلات البيئة الزراعية. أول مشكلة عندنا هي تناقص الأراضي الزراعية أو تناقص مساحة الأرض الزراعية بسبب تجريف التربة والتوسع العمراني. تجريف التربة معناها إزالة الطبقة السطحية من التربة علشان بيستخدموا الطبقات اللي بعد كده في بناء أو في صناعة الطوب الأحمر. تاني حاجة التوسع العمراني هو بناء المباني على الأرض الزراعية. تاني حاجة عندنا الصرف الزراعي بسبب نظام الري الدائم والإسراف في استخدام المياه. تالت حاجة التلوث البيئي بسبب استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية. طب الدولة كان ليها عدة خطوات أو جهود لحل هذه المشكلات. أول حاجة سن قوانين تجرم تجريف التربة. تالت حاجة أو تاني حاجة إدخال نظام ري حديث. تالت حاجة إنشاء مصارف حديثة، والمصرف هو عبارة عن قناة بتكون منسوبها أقل من الترعة لتصريف المياه الزائدة عن الأرض الزراعية. رابع حاجة استخدام الأسمدة العضوية. خامس حاجة تشجيع المزارعين على التوسع الأفقي والرأسي. التوسع الأفقي والرأسي مقصود بيه هو زيادة الإنتاج واستصلاح الأراضي الزراعية. التوسع الرأسي المقصود بيه إن أنا بزود إنتاج الفدان الواحد، يعني الفدان بدل ما يبقى عندي مثلا بيجيب لي كمية زرع معينة أو كمية محاصيل معينة، لا أنا بحاول إن أنا أزود في إنتاجه. أما التوسع الأفقي هو استصلاح الأراضي الزراعية، يعني بزود مساحة الأرض الزراعية. وبكده يبقى انتهينا من درسنا، على أمل إن شاء الله الالتقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.